مادة فيزياء هندسية 1 جزء الحرارة والديناميكا الحرارية. في شابتر 1 و2 درسنا درجة الحرارة والقانون الأول للديناميكا الحرارية. في شابتر 3 هندرس نظرية الحركة للغازات. نبدأ بالنموذج الجزيئي للغاز المثالي. في دراسة النموذج الجزيئي للغاز المثالي بنضع مجموعة من الافتراضات. أول واحد إن عدد الجزيئات بتاعة الغاز بتكون كبيرة، وحجم الجزيء الواحد أصغر بكتير من حجم الإناء، عشان كده بيطلق عليه اسم particle، والجزيء الواحد ممكن إهمال حجمه. الجزيئات بتخضع لقوانين نيوتن في الحركة، وبرضو حركة الجزيئات بتكون عشوائية. المقصود بكلمة عشوائية أو random إن ليها حرية الحركة في أي اتجاه وبأي سرعة. التصادم بين الجزيئات مرن، ومفهوم الإلاستيك كوليجن أو التصادم المرن إنه لا يحدث فقد في طاقة الجزيء نتيجة التصادم، يعني الطاقة قبل التصادم بتساوي الطاقة بعد التصادم. اصطدام الجزيء بجدار الإناء بيسبب الضغط. وأخيراً إن الغاز بيور نقي، إن جميع الجزيئات متماثلة. ضغط الغاز داخل الوعاء يتناسب مع عدد الجزيئات بالنسبة لحجم الإناء. مثلا عند نفخ البالون بالهواء بيزيد عدد الجزيئات فبيزيد الضغط، وضغط الغاز داخل الوعاء بيتناسب أيضا مع متوسط طاقة الحركة الانتقالية للجزيئات. كل جزيء ليه سرعة مختلفة وبالتالي ليه طاقة حركة مختلفة، فلما بنتكلم عن طاقة الحركة الكلية بنحسب متوسط طاقة الحركة. وكلمة انتقالية اللي هي طاقة الحركة الانتقالية Translational Kinetic Energy، ده لأن جزيء الغاز ليه أنواع تانية من الحركة، ممكن يهتز أو يلف، ولكن الحركة اللي بتؤثر على الضغط هي الحركة الانتقالية. الاهتزاز والدوران طاقتهم ضعيفة ويمكن إهمالها. مثال على زيادة طاقة حركة الجزيئات عند التسخين، بتزيد طاقة الحركة فبيزيد الضغط. ولإثبات هذا القانون نفرض جزيء واحد كتلته M نود، موضوع في شكل مكعب طول ضلعه d، يتحرك بسرعة v في اتجاه x. كمية حركة الجزيء المومنتم بتساوي الكتلة في السرعة، ولأن التصادم مرن فكمية الحركة قبل التصادم بتساوي كمية الحركة بعد التصادم. ولكن ننتبه للإشارة السالبة لأن الجزيء يصطدم بالجدار وبيرتد فبيغير اتجاهه. التغير في المومنتم دلتا بي بتساوي بي قبل التصادم ناقص بي بعد التصادم هتساوي 2 ام نود في. ولأن البارتيكل بيخضع لقوانين نيوتن، من قانون نيوتن الثاني متوسط القوة اللي بيؤثر بيها الغاز على جدار المكعب بتساوي المومنتم على الزمن بين تصادمين على نفس الجدار. الزمن دلتا تي هي مسافة على سرعة، المسافة هتساوي 2 دي، لأن بعد التصادم الأول البارتيكل هيمشي مسافة دي ويرجع تاني علشان يحقق التصادم التاني، فهيكون مشي 2 دي. من المعادلة 1 و3 نعوض في 2 نحصل على F هتساوي M نوت في X تربيع على دي. والحساب الـ average force for all molecules نضرب في عدد الجزيئات n. ال Vx تربيع هو مربع متوسط السرعة في اتجاه x، اتجاه x بس، لكن الجزيء ليه حرية الحركة في الثلاث اتجاهات x y z، عشان كده ال Vx تربيع هيساوي ثلث مربع السرعة للجزيء. ضغط الغاز P بتساوي F على A، الـ A اللي هو D تربيع، نعوض بمعادلة الـ F يظهر في المقام D تكعيب اللي هو حجم الإناء. الـ M نود V تربيع نضربها في نص هتكون نص M نود V تربيع اللي هي طاقة الحركة، فهنضرب المعادلة في 2 على 2 نحصل على معادلة العلاقة بين ضغط الغاز ومتوسط طاقة الحركة الانتقالية للجزيئات. P هتساوي 2 على 3 N على V نص M نود V تربيع. النص M نود V تربيع
ده متوسط طاقة الحركة الانتقالية بين الجزيئات. طيب طاقة الحركة الانتقالية الكلية هتساوي كام؟ هنضرب في N. من القانون العام للغازات الـ P في V بيساوي nRT، أو بصيغة تانية بدلالة ثابت بولتزمان الـ P في V بتساوي nKBT. ثابت بولتزمان كان بيساوي ثابت العام للغازات على عدد أفوجادرو. ومن علاقة الضغط بمتوسط طاقة الحركة النص M نوت V تربيع هتساوي 3 على 2 kBT. من هنا نلاحظ إن متوسط طاقة حركة الجزيء بيتناسب مع درجة حرارة الغاز T. التوتال Translational Kinetic Energy of N Molecules الـ K total هتساوي N في نص M نوت V تربيع أو بدلالة ثابت بولتزمان 3 على 2 N kBT، أو بدلالة ثابت العام الغازات 3 على 2 nRT. كمية كمان مهم نحسبها هي الروت مين سكوير RMS speed، اللي هو الجذر التربيعي لمتوسط مربع السرعة، ودي كمية رياضية علشان سرعة الجزيئات مختلفة، فبنحسب لها V روت مين سكوير من المعادلة نص M نوت V تربيع بتساوي 3 على 2 kBT. هنلاقي إن الـ V روت مين سكوير هتساوي جذر 3 kBT على M نوت، أو بدلالة ثابت العام الغازات هتساوي جذر 3 RT على M، حيث أن الـ M هي المولر ماس وبتكون بوحدة كيلو جرام على مول. مثال: وعاءان بهما غاز مثالي لهما نفس الضغط ودرجة الحرارة. الغاز في كلا الوعاءين من نفس النوع، ولكن حجم الغاز في الوعاء B ضعف حجم الغاز في الوعاء A. مطلوب إيه هي العلاقة بين متوسط طاقة الحركة الانتقالية لكل جزيء في الوعاءين؟ لأن نص M V تربيع بيعتمد على T ودرجة الحرارة متساوية في الاثنين، فهيكون متوسط حركة الجزيء في A بتساوي متوسط حركة الجزيء في B. المطلوب الثاني: الطاقة الداخلية للغاز في الوعاء A وفي الوعاء B، لأن K total بتعتمد على N وحجم B ضعف A، فN عند B هي ضعف N عند A، وبالتالي K total B هتساوي K total 2 في K total A. مثال: تانك حجمه 3 من 10 متر مكعب بيحتوي على 2 مول من غاز الهيليوم، هو غاز مثالي عند درجة 20 درجة مئوية. احسب Total Translational Kinetic Energy، ده هيساوي 3 على 2 nRT، والناتج 7.3 من 10 كيلو جول. المطلوب التاني: احسب Average Kinetic Energy، هيساوي 3 على 2 ثابت بولتزمان T، هيساوي الناتج 6.7 في 10 أس ناقص 21 جول. في Ultra High Vacuum System البريشر تم قياسه ومعروف عند درجة 300 كلفن وحجم 1 متر مكعب، اوجد Number of Molecules. Thank you.